هذا وازدان عدد من المباني والمرافق والمعالم في مختلف محافظات مملكة البحرين باللون الأخضر مشاركة بالاحتفال باليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتجسيدا لعمق الروابط التي تجمع المنامة والرياض على مختلف الأصعدة وفي المجالات كافة، كما يأتي ذلك في إطار الحرص المتبادل من قيادتي المملكتين الشقيقتين على تطوير مختلف أوجه العلاقات وتنميتها لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.